السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم كوتش صفوان، أحسن الله صيامكم وقيامكم. اليوم الحصة الثانية من التمارين المنزلية الرياضية طبعا. الحصة اليوم راح نركز فيها على تمرين الصدر. تمارين راح تكون متعبة، وهذا ليش؟ راح تكون قصيرة، تقريبا 6 دقائق في المجمل. تمرين الواحد راح يكون 15 ثانية، والراحة راح تكون 20 ثانية. راح نعيدهم مجموعتين، يعني راح يتكون تمرين الحصة من مجموعتين. إذا عندكم أي سؤالات أي استفسارات، ثم تواصلوا معي على الواتساب أو خلوا لي كومنت. يلا نشوف مع بعض. التمارين كلها راح تكون بوشاب، ولكن بأنواع مختلفة. تمرين أول هنا 1 2 3 4 5 6 7 هوب راحة شوية ستريتش 20 ثانية وراح نروح التمرين الثاني. المرة هذه راح يكون بوش اب، ولكن راح يكون المسكة تكون قريبة عشان أكثر نشغل أيضا ريفلكس معك. هنا أول شيء سوينا هنا الحين هنا أوب 1 ولا دائما اتنفس. الحين راح يكون المسكه مال يدي عريضه اكثر، في البدايه كذا بعدين نقلص ناعمه، الحين شويه كبيره هنا اوب ماشي دائما نتنفس جود جود. اذا التمرين ما قادرين نخلصه اسوي على ركبه هنا هوب كذا الحين راح نرتفع وننزل بالكامل هنا هوب 1 ارفع يدي واطلع 2 ارفع يدي اطلع 3 هوب هوب well done excellent. الحين راح نروح على الجانب الايمن، بعدين راح نروح على الجانب الايسر. نفس البرنسب نفس المبدا بوش اب، لكن راح نركز على الجانب الايمن ثم الجانب الايسر. هنا افتح طبعا اوب اروح هنا 1 2 3 4 5 up well done good excellent. الحين راح نعيد من البدايه المجموعه الثانيه. up 1 2 3 4 well done excellent. تحسوا يعني كل الضغط هنا على الصدر وايضا على الكتف. الحين مسكه صغيره هنا يدي امامي هنا 1 2 3 4 excellent very good شوية stretch up up well done. تمرين ثالث مسكة كبيرة شوية هنا
my arms active. One, two, three. Aku bakti. Four, five. Excellent. Bravo. Well done. الحين انزل اشيل يدي واسوي بوش. انزل اشيل يدي بوش. هنا اوب اشيل يدي اوب بوش. اكسلنت. جود. Well done. Well done. دائما اتنفس. عارف ان التمرين متعب. تمرين الصدر متعب جدا. خاصة تمرين بوش اب. لأنه بخلاف الصدر لازم تشغل عضلات ثانية. الحين جانب مرة يمين ومرة يسار. اوب. 1 2 3 4 5 Excellent. إذا تحصلت معنا المجموعتين قال أقول لكم شيء بالنسبة للبنات أو الأشخاص المبتدئين جدا سواء كان عنده overweight أو سواء كان عنده overweight أو ما قادر ما عنده قوة عضلية تخليه يسوي the perfect push up اللي هو هذا هنا هذا البوش اب العادي هنا بنزل تحت واطلع تمام مثل ما خبرتكم يسوي هذا التمرين هنا يحط شيء تحت رجوله على الركبه هنا هوب رجول مع بعض تمام يسوي كروس وينزل ها 1 2 3 4 وبالتالي راح ينقص الوزن مال الجسم اللي هو شايله وبالتالي راح يصير يقدر يسوي هذا التمرين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية لو فرضا الوقت مالي ما خلص تمام؟ وأنا جاهز أسوي بوش أب وتعبت ما قادر. على سبيل المثال هنا سويت ثلاثة 1 2 أوب هنا ما قدرت أخلص ها؟ ما أتوقف بس أخلص هنا. أروح التمرين الثاني ها؟ أوب إلى وين؟ ما يخلص الوقت يعطيكم العافية طبعا التمرين هذا كان مدته 15 ثانية والراحة كانت 20 هذا بالنسبة للأشخاص خلينا نقولوا المبتدئين المبتدئين جدا ممكن يسووه 15 ثانية تمرين و25 ثانية راحة الحين الأشخاص المتوسطين بيسووه 20 ثانية يسوي 20 ثانية تمرين وبيرتاح 15 ثانية يعني يعكس بالنسبة للأشخاص خلينا نقولوا الممتازين بدنيا يبدأ يسوي 30 ثانية تمرين والراحة بتكون 15 ولكن يسوي ثلاثة مجموعات ما يقتصر على المجموعتين يعطيكم العافية إذا عندكم أي استفسارات أي شيء بس في الواتساب أو في الكومنت Stay home, stay safe